قامت مجموعة بوند الألمانية المعنية بالصحة والبيئة بالإشارة إلى أن للحلاقة تأثيراً أقل على الصحة وعلى البيئة من استخدام كريمات إزالة الشعر. وتقول المجموعة التي تتخذ من برلين مقراً لها إن الكريمات التي تحتوي على حمض ثيوجليكول الكيميائي الذي يذوب في الماء وله آثار طويلة المدى على معاودة نمو الشعر، ولها في الوقت نفسه أثر سلبي على صحة المستخدم وعلى البيئة. ويزيل حمض ثيوجليكول الشعر من تحت سطح الجلد، ولكن مجموعة بوند تقول إنه عندما يصل إلى منشآت معالجة الصرف الصحي يدمر الكائنات الحية الموجودة في المياه.